آباء وأمهات تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا النموذج الأول لاختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لا للخصام والشتائم، نعم للتفاهم والاحترام. نعم للتفاهم والاحترام، لا للخصام والشتائم. صحيح. نعم لنشر العداوة ولا للمصالحة. نعم لنشر العداوة خطأ. لا للمصالحة كذلك خطأ. لا لنشر العداوة، نعم للمصالحة صح. لا للتعصب، نعم للمحبة والتأخي. نعم للمحبة والتأخي، لا للتعصب صحيح. لا للعنف، نعم للسلام والوئام صحيح. نعم للسلام والوئام صحيح. نعم للاعتداء على الآخرين وممتلكاتهم. اعتداء على الآخرين تصرف خاطئ. نعم للاعتداء خطأ. لا للاعتداء على الآخرين. نعم للحوار البناء والمثمر صحيح. إذا لدينا لا للخصام والشتائم، نعم للتفاهم والاحترام. لا لنشر العداوة، نعم لنشر العداوة. ونعم للمصالحة، لا للمصالحة خطأ. لا للتعصب، نعم للمحبة والتأخي. لا للعنف، نعم للسلام والوئام. نعم للاعتداء، لا للاعتداء على الآخرين. نعم للاعتداء خطأ. نعم للحوار البناء والمثمر صحيح. التمرين الثاني، العنف نوعان اذكرهما مع الشرح. إذا العنف نوعان، العنف اللفظي والعنف المادي. العنف اللفظي العنف اللفظي مع الشرح، ويتمثل في السب الشتم والسخرية. ويتمثل في السب الشتم السخرية. النوع الثاني، العنف المادي. مع الشرح، الذي يلحق الضرر بالآخرين في أجسامهم وأرواحهم وممتلكاتهم. الذي يلحق الضرر الآخرين في أجسامهم أرواحهم وممتلكاتهم. إذا لدينا نوعان من العنف، العنف اللفظي ويتمثل في السب الشتم والسخرية، والعنف المادي الذي يلحق الضرر بالآخرين في أجسامهم وأرواحهم وممتلكاتهم. التمرين الثالث، اربط بين العبارة وما يناسبه. يكون الحوار بين البائع والمشتري حوله، يكون الحوار بين الأستاذ والتلاميذ، يكون الحوار بين الزوجين، يكون الحوار بين أصدقاء حوله، ويكون الحوار بين رؤساء العمل والموظفين حول. هنا لدينا متى يكون الحوار أو أين يكون الحوار. يكون الحوار إما مع البائع والمشتري أو الأستاذ مع التلاميذ، بين الزوجين يكون الحوار، بين الأصدقاء كذلك يكون الحوار، وبين رؤساء العمل والموظفين يوجد حوار. على ماذا يدور الحوار؟ يدور الحوار حول توقيت العمل، درس الرياضيات، السلع والأسعار، تأتية البيت، اللهو واللعب. إذا نربط مع كل نوع حوار مع حول ماذا يدور هذا الحوار. يكون الحوار بين البائع والمشتري حول ماذا؟ حول السلع والأسعار. البائع والمشتري حول السلع والأسعار. الحوار الذي يكون بين الأستاذ والتلاميذ يدور حول
مثلا درس الرياضيات، حوار بين الزوجين يكون مثلا تأتيث البيت، تغيير أثاث البيت وموضوع الحوار الذي يدور بين الزوجين. يكون الحوار بين الأصدقاء حول اللهو واللعب. الحوار بين رؤساء العمل والموظفين يكون حول توقيت العمل. إذن يكون الحوار بين البائع والمشتري حول السلع والأسعار. الحوار بين الأستاذ والتلاميذ حول درس الرياضيات مثلا. الحوار بين الزوجين حول تأتيت البيت. الحوار بين الأصدقاء يكون حول اللهو واللعب. والحوار بين رؤساء العمل والموظفين حول توقيت العمل. الوضعية الإدماجية: اكتب أمام كل عبارة نوع التمييز العنصري المقصود. لدينا أنواع من التمييز العنصري: تمييز على أساس الجنس، تمييز على أساس اللغة، تمييز على أساس الدين، وتمييز على أساس اللون. بعض الأولياء يفضلون الولد على البنت. نفرق بين المسلم والكافر في الحقوق. عدم العدل بين العجمي والعربي. أن تحب أصحاب البشرة البيضاء على أصحاب البشرة السوداء. بعض الأولياء يفضلون الولد على البنت، الذكر على الأنثى. هنا تمييز على أساس الجنسي. على أساس الجنس، الذكر أو الأنثى. نفرق بين المسلم والكافر في الحقوق. المسلم والكافر تمييز على أساس الدين. عدم العدل بين العجمي والعربي تمييز على أساس اللغة. وأن تحب أصحاب البشرة البيضاء على أصحاب البشرة السوداء، الأبيض على الأسود، تمييز على أساس اللون. لون البشرة إما أبيض أو أسود. إذا بعض الأولياء يفضلون الولد على البنت، تمييز على أساس الجنس، ذكر أو أنثى. نفرق بين المسلم والكافر في الحقوق، تمييز على أساس الدين. عدم العدل بين العجمي والعربي، تمييز على أساس اللغة. وأن تحب أصحاب البشرة البيضاء على أصحاب البشرة السوداء، تمييز على أساس لون البشرة أو على أساس اللون. لا تنسوا الضغط على إعجاب للفيديو، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.